أهلا بكم. فيسبوك، إنستغرام، تيك توك وباقي المنصات، منشورات ممولة وصفحات داعمة ترصد الخطوات وتهول الإنجازات، لا يعرف تبعيتها ولا الجهات الداعمة والساندة لها. أداء مشبوه التوجه ومكشوف الدوافع، والغاية تضليل المواطن، والمتهم فيها جهات تضررت من خطوات محاربة الفساد فوضعت العصا في دولاب مسيرة الخدمات. هكذا كانت رواية المكتب الإعلامي، أما الحقيقة فلا وضوح لها ما دامت الصفحات الرسمية اختلطت مع الوهمية بهدف واحد وباختلاف التوجه والطريقة. أما ما يحصل في الأنبار فهو واضح، تهديد في وضح النهار بثورة جماهيرية تعصف بمدراء الدوائر الخدمية. فهل ستحفظ الحكومة المحلية الهيبة للأنبار أم سينعكس حديث البيانات لواقع لا يحمد عقباه؟ أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول راح يكون عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بشأن ظهور صفحات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تتعمد المديح المفرط للحكومة، وراح نناقش بهذا المحور مع نائب رئيس فريق الإعلام الحكومي الأستاذ عدنان العربي. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بجنابك أستاذ عدنان. بيانكم كان واضح، أكو صفحات تستخدم المديح المفرط لغايات عكسية ولأسباب معروفة، واتهمتوا المتضررين من موضوع مكافحة الفساد وخاصة الفاسدين. شنو الرواية كاملة وأعداد هذه الصفحات وكيف اكتشفتوها وما هي آخر النتائج اللي توصلتوا إليها؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أولا أعزيكم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام الأليمة، وكذلك أتقدم لكم بالشكر الجزيل لإتاحة هذه الفرصة لتوضيح هذا الموضوع. يعني حقيقة اليوم الكل يشهد وخلال الأشهر الماضية والعام الماضي بأهداف الحكومة، وأعلن دولة رئيس الوزراء سيد محمد الشيعي السوداني أن يكون هذا العام هو عام الإنجازات، وبالتالي يعني وجدنا من خلال صفحاتنا كل المنجزات التي هي تحمل شفافية وواقعية ومصداقية في الأرقام وفي المعطيات وفي الوضوح أمام الجمهور. من المهم جدا أن يكون هنالك ثقة عالية بين الجمهور وبين الحكومة. صار المواطن ينشر لكم ويروج لكم صفحاته. فبالتالي عندما لاحظنا وتابعنا حتى الردود اللي موجودة في كل منصات التواصل الاجتماعي، كانت الفيسبوك، الانستغرام وغيرها، أنه ما يأتي إلى السيد السوداني هو الله يبارك بكم، جزاكم الله خير، جهودكم مشكورة، إلا على اعتبار أن المواطن اللي ما سفر الشيء على أرض الواقع يعني قام يشوف بعينه بعد. فأعتقد يعني استخدم البعض مع شديد الأسف، خلينا نسميه الإعلام الأصفر، بالتأكيد هنالك احنا نتقدم بالشكر للإعلام الأخضر اللي لديه صفحات مساندة حقيقة وممكن أن ينشر واقع وينشر حقيقة. هذا ما عندنا مانع أنه إحنا جمهور وعندهم صفحات ويصورون، واليوم صار إعلام المواطن متاح للجميع، كل إنسان بيده موبايل وممكن أن يسلط الضوء على قضية ما ويشيد لها بما موجود. لكن مع شديد الأسف استخدام علم النفس العكسي بأن نهول
لشخصية السيد محمد إشاع السوداني وإعطاها يعني صبغة بهذه الطريقة والمغالاة، هذا مراد من عنده هو حقيقة إساءة بطريقة غير مباشرة، على اعتبار أنه اليوم دولة رئيس وزراء اهتمامه الحقيقي في هو تحقيق أهداف الحكومة. ليش تعتبرها إساءة؟ يجوز البعض لا يعتبرها إيجابية ومديح صريح. الإيجابية والمديح أن تتحدث بالحقيقة بالواقع ولا تهول الأشياء. يعني اليوم عندما يكون هنالك بيان من الحكومة العراقية أن مثلا المنشأ الفلاني أنجز خلال فترة زمنية كذا، وهو موجود على الفضائيات وموجود في الصفحات الرسمية التابعة للحكومة العراقية، والأخوة المتحدثين للوزارات مشكورين يعني يتحدثون عن ذلك ليلا ونهارا وكذلك الصفحات التابعة لها، فبالتالي ما أصبح شيء مخفي، هذا ما موجود. احنا اليوم ك يعني بشر مرتبطين بوقت، مرتبطين بجهد، ومرتبطين بإنجاز، فهذا إنجازنا موجود على أرض الواقع. ليس من الضرورة أن نهول ونضع المواطنين في شبهة حقيقية، وإذا كان هسه بعض الصفحات احنا حتى لا تختلط علينا الأوراق، إذا كانت بعض الصفحات نواياها سليمة فجزاهم الله خير، لكن نطلب من هذه الصفحات أن تتحدث بواقعي وتنقل الخبر من المكتب الإعلامي أو المؤسسات الحكومية بحرفية بمهنية بمصداقية، ولا تضلل المواطن. اليوم أنا من أجي أضلل المواطن و يعني أدعي أن الحكومة ستمتلك عصا موسى وستحقق خلال يومين ثلاثة هذا المنجز، هذا مو صحيح. بالتالي قلت لك الهدف الحقيقي للحكومة العراقية عندما أطلق دولة رئيس وزراء أنه هذا عامل الإنجازات يكون حقيقي بالأرقام وبالأيام وبالمبالغ، وصورة هي تتحدث. يعني اللي خلاكم تكتبون هذا البيان هي الصفحات اللي تنشر أخبار مو صحيحة؟ لا نحن استشعرنا. لو اللي تنشر تلوق لك وحدك صرت خيالها، وهذه الأمور يمكن موجودة حتى بالصفحات الداعمة للسيد رئيس الوزراء، يعني ما أدري بعد توجهكم مع أنبض. استشعرنا احنا حقيقة هنالك مغالاة، ودولة رئيس الوزراء حقيقة بعيد جدا عن هذه المغالاة، وطبعا هو يتبع الواقعية والصراحة والشفافية مع الجمهور. احنا دائما سابقا في الحكومات السابقة نقول يا اخي انت رئيس وزراء اطلع سولفنا بالواقع بالحقيقة. نعم احنا جمهور شعب من حقنا انه نشوف، من حقنا انه نتابع. فحقيقة بعد ما طوال العام الماضي ونصف هذا العام بعد ما تحدثنا بالحقيقة والواقعية، الجهات المناوئة اللي هي تحاول ان تصطاد بالماء العكر ما استطاعت أن تواجه التيار الكبير اللي هو ارتفاع المصداقية لدى الحكومة العراقية مع الجمهور وخلق هذه الثقة الكبيرة، وهذا من خلال الاستبيانات التي والاستطلاعات التي يعني نعمل عليها. فارتأت أن تذهب باتجاه التيار، لكن باتجاه التيار أن ترفع من الموجة بطريقة غير واقعية وغير حقيقي، وهذا لا نقبل به حقيقة. راح نشوف محاسبة لهذه الصفحات متابعة قانونية. خلينا نقول لك كلام البعض اليوم، البعض يقول لا الموضوع هذه الصفحات هي صفحات داعمة وممولة وحتى فلوسها مدفوعة من قبل، يعني واحدة من الصفحات خلنا ضحك يا سيد محمد يقولون ما أجا رئيس للحكومة العراقية أشبه بصدام حسين مثل السوداني. خب أنت يعني جاي يشبه ابن شهداء ورجل يعمل من أجل مصلحة بلد بطاغية، هذا مراد خلط الأوراق لو مو مراد خلط الأوراق؟ هذه الأناشيد يعني القديمة اللي كانت تستخدم اليوم تضع على صورة السيد محمد الشاعر السوداني أو على المنجزات، هذا يراد فيه خلط الأوراق حقيقة. فإحنا من خلال قناتكم المباركة وشاشتكم ندعو المواطنين إلى التمييز بين ما ينشر واتباع الصفحات الرسمية، ونشكر كل الصفحات الداعمة لكن تدعم بواقع. صفحاتكم الرسمية اللي تابعة لكم ما بيها هاي الأناشيد اللي تستخدم مثل ما ذكرت على بعض المقاطع؟ ما بيها؟ لا يا سيدي. يعني هسه كل الصفحات اللي تستخدم هذه الأناشيد ما تابعة لكم. خلينا نقول لك كلام البعض، يقول لك اليوم هاي الصفحات كلها مدعومة من قبلكم، لكن اليوم شفتوا الموضوع صار زيادة عن حده، طلعتوا بهذا البيان تردون تبعدون هذا الحديث عنكم. ويراد للناس أن تصدق
أنه المكتب الإعلامي يدعم كل هذه الصفحات، وهذا من المستحيل طبعا. لدينا صفحات رسمية ومسجلة وموثقة، تعرف أنه الصفحات توثق، وهذه الصفحات هي تتحدث عن يعني إنجازات الحكومة، وبالتالي المواطن العراقي يجب أن يميز بين الصفحة الموثقة والصفحة الغير موثقة. وقلت لك هنالك بعض الوكالات، بعض الصفحات الشخصية إذا كانت تتحدث بمهنية ومصداقية ونقل الخبر، واليوم الصحفي الحقيقي وصانع المحتوى الحقيقي يتميز بالمصداقية والواقعية، وكل صفحة تهول أو تحاول أن يعني تأخذ هذا العمل أو هذا المنجز باتجاه أو بمسير مخالف لما موجود، بالتأكيد لها مآرب أخرى. ما ذكرت بالبيان موضوع الحملات التسقيطية اللي شفناها قبل شهر تقريبا، وخاصة على مجسر قرطبة اللي أصبح مو مجسر، الكل اللي يقوم واللي قاعد بمجسر قرطبة وصيانة بعد يومين وصيانة بعد أسبوع وتفلش الجسر. يعني حقيقة رضا الناس غاية لا تدرك، وعندنا احنا ثلاث أنواع من الناس. الفئة اللي هي داعمة، نعم، وفئة اللي هي تقف محايدة لا لها ولا عليها، حتى تسألها ما تجاوبك ما لي شغلاني، وفئة اللي هي لا، لو تسوي له قرطبة ذهب هم يقول لك لا هذا تبذير وهذا إسراف وهذا كذا، ما يقبل. شنو اللي تصنعه أنت ما يقبل، هو خلص قافل على القضية. فأنا ما أتعب حالي، احنا اليوم كحكومة عندنا برنامجنا، عندنا أهدافنا، عندنا توقيتاتنا، ونعمل شاء من شاء وأبى من أبى. بالتالي عندنا منجز يقدم أمام الجمهور على أرض الواقع. إذا كانت عندك يعني رؤية مختلفة أطلع للشارع وشوف، إذا تريد تشوف المنجز أطلع للشارع. وأنا ما أقصد فقط الجسور، أقصد المستشفيات، أقصد المدارس التي الآن انتشرت بصورة كبيرة، هاي المدارس الصينية، المستوصفات، كل المنجز اليوم اللي موجود حقيقة هو منجز مشرف. يعني على طوال السنوات الماضية لم تكن هنالك إنجازات مثل ما تحققت في هذه الفترة القصيرة، ودولة رئيس الوزراء يعني قالها بصراحة للجمهور، نحن نحتاج إلى الوقت لكون أنه لا نمتلك عصا موسى، لا نقول للشيء يكون فيكون، هنالك توقيتات، وبالتالي هذه التوقيتات هي زمن على المواطن يعني يصبر فيها. ولم تأتي حكومة سابقة أعلنت عن وجود 5 مدن أو 7 مدن، أنا أتحدث عن مدن كبيرة وعملاقة ومشاريع عملاقة واستراتيجية تم افتتاحها، هنالك مشاريع بالآلاف لكن تحتاج إلى توقيتات. أنا أعتقد في السنوات القادمة سيثار غضب المبغضين على اعتبار هنالك منجزات ستطفو على الأرض وتتحقق، وهذا ما لا يرضاه الآخرون في نجاح حكومة السيد محمد الشاشمي. هذه المنجزات خلال هذه الحكومة راح نشوفها بالتأكيد، بالتأكيد منجزات كثيرة وسريعة ومتابعة. سر نجاح هذه الحكومة هو المتابعة، ويعني الوقوف على حقيقة ما يتأخر في إنجاز هذه يعني المنشآت أو المنجزات. الحمد لله، يعني أنا آمل من كل إخواننا الإعلاميين، الصحفيين، القنوات، أصحاب المواقع، الوكالات، أن لا ينجروا خلف بعض المغرضين من الصفحات، وأن يلتفتوا إلى ما يأتي من المواقع الرسمية للحكومة العراقية. هسه المواطن داخل يقول لك يا أخي أنا شلون أقدر أفرق بين يعني الصفحات المغرضة والصفحات التابعة لرئاسة الوزراء والصفحات اللي تمدح والصفحات اللي عندها أهداف وغايات مشبوهة؟ يقول بين الكذب والصدق 4 أصابع، فما تشاهده بعينك يختلف عن ما تسمعه بإذنك. فبالتالي اليوم عندنا متحدثين رسميين لكل الوزارات والهيئات والمحافظات، ممكن أن تستقي من عندها المعلومة. عندنا صفحات رسمية اللي هي يعني خاصة بكل القطاعات الحكومية، وكذلك عندنا إعلام حكومي خاص بدولة رئيس وزراء وموثق، من الممكن ومن السهل أن تدخل على هذه المواقع الرسمية وتستقي المعلومة. أما أنا أذهب إلى صفحات يعني كثيرة الآن موجودة على التيك توك، على الانستغرام، وفيها حتى صورة لدولة الرئيس، من الممكن الغاية من عدها هو
جذب الجمهور والحصول على اللايكات. لكن نتفق ما مرت أي حكومة ولا ممكن أنه أي حكومة ما عندها صفحات تفضل تدعمها غير الصفحات الرسمية. نعم. اليوم ما عندكم صفحة قريبة ممكن يعني قريبة لتوجهكم حتى الجمهور شوي يعتمدها غير الرسمية. يعني بصراحة قلت لك المحبين كثيرين، ومن يعمل بواقعية وينشر ما موجود هذا مرحب به، ما عندنا مشكلة، هذا يعني بالعكس جزاه الله خير الجزاء. لكن من يضلل الجمهور حتى وإن كان مديحا لكن مديح مغالى فيه لا، هذا مو مقبول. المحبين موجودين صحيح، لكن المحبين هاي الصفحات يحتاج لها أموال، يحتاج لها تمويل وصرف وغيره وحتى موظفين و... لا يا سيدي أنا ما أعتقد. أولا إنشاء صفحة سهل جدا وممكن يعني خلال ثواني هسه وانا قاعد يعني اي هاي فيها متابع متابعين فبالتالي اي فبالتالي هذه الصفحه اذا ما نشات الان حتى هنالك مروجين لتعليم الشباب او تعليم كيف الترويج لصفحته وكسب اعداد كبيره من اللايكات، وممكن ان تكون هنالك مهنه له لكن ليس على حساب. وانت تعرف اليوم يعني خالف تعرف، إذ ما خالفت النمط الحقيقي أو المستوى الحقيقي للمعلومة راح تلقى متابعين إلى كثر، وهذا ما لا نرجوه حقيقة من كل المدونين أو أصحاب الصفحات أن يتوخوا الحذر في استخدام المعلومة وتضليل الرأي العام. وبالتالي إذا ما كانت هنالك صفحات خرجت عن المألوف وأصبحت هي ممكن أن تسيء للذوق العام أو تسيء إلى يعني إلى جهة ما قطاعية، فبالتالي هنالك بالتأكيد هيئة إعلام واتصالات موجودة هي يعني جيد تأخذ على عاتقها التعامل مع مثل هكذا صفحات. أستاذ عدنان، أكو حسابات لوزراء ومسؤولين وهي صفحات رسمية تنشر وتروج لهم والكثير من الأمور، هذه الصفحات هم راح تندرج بهذا المسمى اللي تحدث عنه بيانكم؟ لا بالتأكيد، اليوم الصفحات الخاصة للسادة الوزراء هم مسؤولين عن ما ينشر فيها حقيقة، وهي متابعة من قبلهم بالتأكيد، وهنالك مكاتب وإدارات إعلامية لهذه الصفحات واضحة، وإحنا شددنا كثيرا حقيقة خلال اجتماعاتنا مع الأخوة مدراء إعلام للوزارات والهيئات والمحافظات على أن تكون هذه الصفحات يعني تنشر المنجز. ويعني من المهم اليوم هو ما موجود على الأرض، ليس من المهم هو الشخص اللي ينجز. وبالتالي المواطن العراقي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ماذا قدمت هذه الجهة القطاعية، ولا نريد من هو الذي قدم بغض النظر عن من قدم، لكن ما هو المنجز الذي قدم. المنجز يعرف بالأثر، الله تبارك وتعالى ما حد يشوفه بس نستدل عليه بآثاره، ومثل اسمه كبير ومقولة كبيرة موجود، اجلس بالظل ودع عملك يتحدث. أنا ما أريد أظهر شخصي بس أظهر المنجز مالتي، عندما ترى المنجز مالتي بالتأكيد ستسأل من الذي أنجز هذا العمل، سيشار إلى فلان. أما أنا أطلع فلان وما أطلع المنجز مالتي هذا خلاف للمصداقية، على اعتبار قلت لك المواطن العراقي فقد الثقة يعني بالحكومات السابقة، اليوم بدأنا نستعيد هذه الثقة ولله الحمد. الحكومة الفيسبوكية تسمية أطلقت على بعض الحكومات وخاصة الحكومة السابقة، هل من الممكن أن تطلق هذه التسمية مرة أخرى على هذه الحكومة؟ استبعد، على اعتبار أنه يراد لها أن تكون بهذه الطريقة، لكن اليوم نحن موجودين على الأرض. نعم. عندما أتحدث وأقول مدارس فهذه مدارس، اذهب عندما أتحدث وأقول فك اختناقات مرورية من خلال جسور ومجسرات هذه الجسور ومجسرات ما ضامن يعني، وعندما أتحدث عن مستشفيات هذه المستشفيات، وعندما أتحدث عن موانئ ومشروع تنمية وملفات كثيرة موجودة على أرض الواقع. اليوم الحكومة الفيسبوكية أو الحكومة اللي هي إعلامية فقط بدون وجود منجز هي حكومة وهم. نعم. توهم الناس بأن هنالك منجزات، ومع شديد الأسف يعني انجرت بعض يعني بعض الجمهور انجر خلف هذه التصريحات، لكن سرعان ما تهوي مثل هكذا تصريحات، على اعتبار اليوم المواطن العراقي واعي وذكي، وأصبحت التكنولوجيا موجودة في كل يد من المواطنين، وأصبح يميز بين الواقع واللا واقع. فما موجود على الأرض اليوم تجده على الصفحات الرسمية الخاصة بهذه الحكومة.
ما موجود ما ليس موجود على هذه الأرض لن نعلن عنه ولا نتحدث عنه بالتأكيد. يقولون على هذه الحكومة حكومة الجسور، شنو تعتبرون هذه التسمية؟ مدح أم ذم؟ أولاً يعني هذا مديح يراد به تكهن أو تهكم إذا صح التعبير. اليوم الجسور منذ 1994 لم يبنى هنالك جسر حقيقي، وتعرف اليوم بغداد يعني يعيش فيها أكثر من 10 مليون إنسان، وعدد المركبات في بغداد يمكن أنت الازدحامات تدري، إحنا عندما نعبر الآن على جسر ونمر بسرعة نقول رحم الله والديه، راحة نفسية والله. وعندما تكتمل هذه المجسرات والجسور هي لفك الاختناقات وهي للمواطن، فمن يرى في ذلك منقصة فأعتقد أكو خلل يعني تقييمه أو بشخصه حقيقة، ومن يجد في ذلك لا مصلحة. اليوم البلد ليس في حاجة إلى جسور وتوسيع شوارع، اليوم البلد بحاجة إلى أن ينهض من جديد في كل القطاعات الحكومية، سواء على مستوى التربية، التعليم، الصحة، بناء المدن أو ما شابه ذلك، الطاقة الكهربائية، الطاقة الشمسية، وهذه جهود بحاجة إلى توقيتات حقيقة. واللطيف بهذه الحكومة وليس مدافعا عنها لكن ما أراه حقيقة واقعا، وأنا كمواطن عراقي اليوم تسير في كل الاتجاهات بمسافة واحدة ومتابعة لكل الأمور، يعني هنالك بعض من يستشكل على دولة رئيس الوزراء مو واجب أنه ينزل للشارع ويشوف له مستشفى أو يفتتح له مدرسة أو لا، بالعكس هذا يعطي حافز أنه أعلى هرم بالدولة هو متابع لأدق التفاصيل. ولولا المتابعة لما وصلنا إلى هذه المرحلة من إنجاز يا سيدي. أنا دخلت في بعض الأحيان في السماوة هنالك مجمع طبي، التقيت بأحد قلت لهم وين المهندس المقيم، جت مرأة كبيرة قالت أنا استلمت هذا الملف وأنا شابة وهسه صرت عجوز من سنة 2012. نعم هذا بسنة 23، يعني هل يراد إلى المشاريع مالتنا تصير بهذه الطريقة يعني تأخر إلى هذا؟ أحد المشاريع اللي دخلنا لها في الناصرية كان المشروع متلكئ منذ سنوات طويلة جدا، أنجز خلال شهر واحد، ما هو كانت أكو مسائل بسيطة جدا عالقة، أكو بعض الأمور عالقة بسيطة جدا يمكن متوقف على بعض الموافقات اللي ممكن دولة رئيس الوزراء يتجاوزها ويتجاوز الروتين بموافقاته وينجز هذا العمل. وهذا العمل مو لشخص، هذا العمل لجمهور، لمواطن عراقي ممكن أنه يعني يفك أزمة كبيرة في البلد. بالتالي من يقول أنها حكومة يعني جسور، أنا هم أضيف لك حكومة جسور وحكومة مدارس وحكومة تعليم وحكومة مستوصفات وحكومة المنجز، وحكومة الآن أثبتت للعالم أجمع أنها ترتقي على المستوى الدولي والمحلي. فأنت براحتك شتري السمية. شلون أثرت عليكم الهجمة اللي أثيرت خلال ارتفاع درجات الحرارة بخصوص موضوع الكهرباء؟ شوف احنا قطاع الكهرباء جزاك الله خير لإثارة هذا الملف، وأنت اسمح لي أنا أتحدث بصراحة. اليوم الـ وزارة الكهرباء تنتج قرابة 24,000 ميجاوات، لكن مع شديد الأسف المواطن شريك بأن تنطفي الكهرباء، على اعتبار أنه اليوم أغلب المستخدمين للطاقة الكهربائية ليس هنالك ترشيد وهنالك استخدام وتجاوز على الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة جدا. إذا ما صارت هنالك يعني محاسبات شديدة ستجد المواطن يثور، وخاصة في هذه الأوقات إذا ما ترك الأمر للمواطن خلال فترة الصيف الهدر موجود، هدر موجود. الآن احنا لو ننتج أكثر من هذا العدد مضاعف، ليش ما نعمل على زيادة الإنتاج؟ مهما يزيد الإنتاج هدر موجود، فبالتالي هذا الهدر شي سبب يسبب انقطاع بالطاقة الكهربائية. لكن المواطن وهنالك خطة حقيقية لن تترك هذه الحكومة، لكن بحاجة إلى شو؟ إلى توقيتات، إلى دراسات، إلى تخطيط، وستختار تبدأ مناطقيا، ستوضع العدادات الإلكترونية وتكون هنالك جباية تريد تستخدم براحتك أنت حر. ماكو دولة بالعالم اليوم يقول لك وفر لي وفر لي وبعدين حاسبني. إيه ماكو دولة بالعالم اليوم الكهرباء مالتها مجانية أكيد. اليوم
يعني أغلب مناطقنا الكهرباء مجانية أو شبه مجانية إذا صح التعبير، لكن بالمستقبل القريب أنا أطمنك ستكون هنالك عدادات، هذه توجيهات دولة رئيس الوزراء وقرارات وزارة الكهرباء بأن تنصب عدادات في البيوت، وهذه العدادات ستكون إلكترونية، وبراحته بعد المواطن يريد يصرف هواي يريد يصرف شوية بعد، وبالتالي سيكون ترشيد وسيكون تقنين، بالتالي أكو إنتاج ممكن حتى لا هو زيادة الإنتاج إحنا سائرين عليه. أولا يعني أول ما جاءت هذه الحكومة حلت مشكلة الغاز وبدأت ب يعني أطفاء هذه الشعل ووعدت بتحسين واقع الكهرباء أن تنتهي. اليوم سائرين حقيقة باتجاه استخدام الطاقة الشمسية. استخدام الطاقة الشمسية سيحل الكثير من المشاكل، واليوم هذه موجودة دول الجوار موجودة هي تستخدمها مثل الأردن وتستخدمها بطريقة كبيرة جدا، بحيث أعطت للمواطن حتى له الحق أن يسترجع من إنتاج الطاقة الكهربائية إلى الكهرباء الوطنية وبمبالغ طبعا. هذا سائرين عليه. شكل دولة رئيس الوزراء فريق بأمر ديواني وسيبدأ في المدارس والمستوصفات وحتى يصل إلى البيوت باستخدام الطاقة الشمسية لتخفيف الأحمال على يعني المنظومة الوطنية. وكذلك احنا نرجو من المواطنين من خلال شاشتكم أن تكون هنالك ثقافة باستخدام الطاقة الشمسية، يعني مكان أنا ما أحتاجه كون أطفي الكهرباء على اعتبار أنه هذا سيرفع عندي الأحمال وبالتالي المنظومة لا تحمل وتطفى على المنطقة. نرجع لموضوعنا بسؤال أخير، شنو اللي يجعل المواطن اليوم أو الصفحات تتهجم على مشاريع تم إنجازها وبالتالي هي لخدمة الصالح العام؟ بالتأكيد البعض لا يرى، والبعض يرى بعين واحدة، والبعض يرى بكلتا العينين. الذي يرى بكلتا العينين فهو موفق ويرى الحقيقة على واقعها، والذي يرى بعين واحدة فحقيقة هذا لا يميز، اختلط عليه الحابل والنابل ويقف في موقف رمادي. والبعض حتى لو تتحدث معه ويلمس ويكون على يقين أن هذا منجز سيقول أن هذا غير منجز وهذا غير حقيقي. هل توجد جهات تقف ضد نجاح الحكومة؟ البعض يشوف اليوم نجاح هذه الحكومة ضعف إليه. بالتأكيد هنالك جهات بحاجة إلى أن لديها جمهور وبحاجة إلى أن تثبت إنها ما زالت هي في المقدمة وتحتاج إلى دعم، فبالتأكيد يعني انخفاض مستوى هذه الحكومة هو لمصلحتها وليس يعني بمنفعتها، فبالتالي أكيد لها أساليب تستخدم لإضعاف يعني هذا المنجز بنظر الآخرين، وبالتالي تشوه من الصورة الواقعية والحقيقية. نائب رئيس فريق الإعلام الحكومي الأستاذ عدنان العربي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. إذا مشاهدينا قبل لا نذهب إلى ملفنا الثاني خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة أكس حول العملية اليمنية التي استهدفت تل أبيب ليلة أمس، نتابع.
إذا المشاهدين ملفنا الثاني رح يكون عن تهديد الشيخ سطام أبو ريشة بثورة جماهيرية ضد الفساد والمفسدين في محافظة الأنبار. محور حديثنا رح يكون مع رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي دكتور عمار العزاوي. مرحبا بك. حياك الله. أهلا وسهلا بجنابك. وعضو التحالف حاسم الدكتور صلاح الكبيسي. مرحبا بجنابك دكتور عمار. أبدأ مع حضرتك. أبو ريشة يهدد جهاراً نهاراً بثورة جماهيرية، ليش ما نشوف هذه الثورة يقودها محافظ الأنبار ضد الفساد والمفسدين اللي يتحدث عنه أنه منتشر في أغلب أو في كل مفاصل محافظة الأنبار؟ بدأنا تحية طيبة لك يا أخي العزيز ولأخي الدكتور صلاح ولمشاهدي قناتكم. يعني حقيقة أرى أنه موضوع الكتابات و المنشورات والتهديدات يعني المفروض تأخذ الآن حيزا فعليا وليس عملية الكتابة والمنادات. معلوماتي يعني الموجودة أنه الأخ سطام أبو ريشة ليس له خلافات مع الجهات السياسية المتنفذة في محافظة الأنبار، بل وهو بتصالح منذ أشهر معهم. أستغرب يعني نوعا ما من هذا الكلام أو هذا الحديث. موضوع أنت أشرت أنه المفروض يكون هنالك دور للجهات الرقابية والجهات المتنفذة سياسيا وإداريا في محاربة الفاسدين، في البحث عن أسباب الفساد المستشري. يقول لك اليوم الجهات السياسية والمتنفذة متفقين فيما بينهم، وإحنا اليوم كشيوخ عشائر وجهال المحافظة إن كلمة وإن ناسنا وإن جمهورنا، حكينا وعدنا، وبالتالي تاخذ حيث فعلي. ليش ما تاخذ اذا ما تمت الاستجابه إليه؟ يعني مع اعتزازي برايه وبما كتبه وطرحه، لماذا كان ساكت خلال الاشهر الماضيه؟ انت عندما تنادي وتتكلم عن مفاصل معينه فيها خلل او فيها نقاط تريد ان تصلحها او تتحرك من خلالها، المفروض لا تهدأ ولا تسكت ولا تلين ولا تهادن ولا تحاول أن تميل، صح لو غلط؟ أشهر مرت الأخ ساكت. دكتور، هي الجهات السياسية المتنفذة بالأنبار تخلي واحد يحكي؟ مو هو الرجال هم ابتلى يوم، لا لا لا، مسوين عليه دعوة والقاء القبض، يوم قوات بباب بيته. صح، صح، ولكن الرجل له نفوذ عشيرته ونفوذ والده و لهم مقبولية واحترام في الأنبار. أنا من أتكلم عن هذا الكلام. أنا الآن عندما أنتقد حاله المفروض أظل أنتقدها على مر الفترات أو على طول الخط، أما أنتقدها لمرحلة وأسكت لفترة وأرجع بعد ذلك أنتقدها. قلت لك أني أنت إذا تريد تتكلم نتكلم على المكشوف. أنت عندما يتكلم هو دا يقصد المن يا أخي؟ ذكر قال استبشرنا خير بالحكومة وانطيناها فرصة، زين وكل شيء ما كل حد اللحظة. المن دا يقصد؟ حكومة الأنبار يقصد. منو يعني؟ يعني منو يعني المحافظ؟ المحافظ المن يمثل؟ بعد أنت هسه مداسلك، المن يمثل؟ تقدم غير؟ زين، يعني السيد الحلبوسي. معلوماتي هو الرجل خلال الفترة الماضية متصالح مع السيد الحلبوسي وليس هنالك خلافات بينهم. هسه مو إلا خلافات، يعني إلا يكون على خلاف وياه حتى رجل جاي يحكي على فساد، أيدنا وإيده وخلي يتحرك وخلي يقوم باللي يريد يقوم به، وبالعكس الناس تدعمه، أي شيء بيصالح الناس تدعمه. لكن أنت لا تتكلم وتسكت لاحقا، أنا أريدك تظل على طول الخط تتكلم، عليك أن تنقد دائما، أما تنقد لفترة. دكتور تتحدى تحكي بثقة. مش دا أقول لك، عندما تنقد حالة وتسكت عنها تثير علامات الاستفهام. لا ما يسكت الرجال وهدد. ثورة خلاص وياه، احنا لعدنش كنا وياه. ماكو إنسان ما يريد ثورة على الفاسدين، ماكو إنسان ما يريد تحرك على الجهات المتنفذة التي تحقق مصالحها الشخصية، ماكو إنسان قويم صحيح ما يريد أن يكون هنالك عدالة مجتمعية وعدالة اجتماعية. جيد. شو رأيك دكتور؟ ويا ثورة ضد الثورة، شنو اللي جاي يصير بالأنبار؟ ليش الفترة هاي سكوت بعدها تجي؟ معنى الحديث هواي ما أريد أتطرق لا أريد أسمع من عندك. نعم، تحياتي لك يا أخي العزيز محمد. نعم بحضرتك. ولا الأخ العزيز الغالي دكتور عمار، ولا مشاهدي قناتكم المحترمين. يعني ما يحدث اليوم من تصريحات للشيخ سطام أبو ريشة،
تداعيات هذا الأمر في الأنبار، كان هناك تصريحات أيضا في الفترة السابقة. يعني أنا أعتقد هذا كله نتيجة الصراع السياسي اللي موجود اليوم عندنا في البلد. يعني واقع الصراع السياسي واضح جدا، ولا يشمل فقط المناطق السنية الأنبار صلاح الدين نينوى، لكن الصراع السياسي موجود في كل المكونات اليوم. يعني نتذكر جيدا كيف تم وصول السيد محمد الشياع السوداني إلى رئاسة الوزراء بعد ليلة، يعني الحمد لله أن رب العالمين سلم العراقيين من شرها. وأيضا الصراع موجود لدى الأخوة الكرد، ومن خلال الخلاف على رئاسة الجمهورية. دكتور لا تأخذنا للكرد، خلينا لا داخل الأنبار، والصراع داخل الأنبار، والفساد اللي يقولون واصل للهامة بالدوائر. جايك عليه، جايك. طبيعة الصراعات السياسية اليوم موجودة في كل مكان. ما حدث في الأنبار بعد انتخابات مجالس المحافظات أنا أعتقد هو السبب الأساسي اليوم فيما ذهب إليه الشيخ سطام أبو ريشة. عندما تشكلت حكومة الأنبار المحلية، يعني من غير المنطقي أن يكون الحاكم من حزب، والسلطة الرقابية اللي تراقب عمل المحافظ في هذه المحافظة أيضا من نفس الحزب. هذا الأمر أدى إلى اختلال دور المراقبة. يعني أنت اليوم تحتاج إلى محافظ من جهة وإلى جهة، يعني ما نقول معارضة بمعنى المعارضة، لكن تحتاج إلى أن يكون مجلس المحافظة الجهة الرقابية اللي تراقب عمل المحافظ من جهة أخرى، حتى نبتعد. ليش ما كان من جهة؟ حتى نبتعد عن الخلافات، حتى يكون هناك رقابة فعلية وعملية على عمل المحافظ، لا يكون المحافظ مطلق اليد يفعل ما يحلو له، لأنه الجهة اللي لدت راقبة هي محسوبة عليه ومن نفس الجهة. هذا الخطأ يعني وقعوا فيه الأخوة في الأنبار عندما تفردوا بالقرار، وتم اختيار محافظ من حزب، وتم اختيار رئيس مجلس محافظة من نفس الحزب. صح. نصحنا في حينها، قلنا أن هذا العمل من الخطأ اللي وقعوا به منه الأخوة في الأنبار، يعني الحزب المسيطر في الأنبار. نعم. لا تقول المسيطر، قول فلان حزب تقدم. لا، وهذه المعلومة معروفة للجميع محمد، يعني هذه ما تخفى عليك ولا على الجمهور ولا على الدكتور عمار. سميها بسمياتها. الجهة الحاكمة في الأنبار هي حزب تقدم بقيادة الرئيس السابق محمد الحلبوسي. وبالتالي نصحنا مقصودة هذه الخطوة كانت أن يكون المحافظ رئيس مجلس المحافظة. هذا تفرد بالسلطة يخليك مقصودة حتى ما يتم حاسب، حتى ما يتحاسب. هذا تفرد محمد في السلطة حتى تكون لديك اليد المطلقة. يعني في حين نصحنا عبر المنصات الفضائية، عبر اللقاءات، عبر زياراتنا لبعض الأخوة، معارفنا اللي نعرفهم في الأنبار، إن هذا العمل خاطئ. ما ممكن أنت تجي تستفرد بالسلطة التنفيذية والتشريعية وما تعطي دور للآخرين. هاي أنت هنا من فقدت السلطة الرقابية، وين راح تلجأ محمد؟ راح يبرز الدور. أنت عندما تضعف السلطة الحكومية إيش تبرز عندك؟ السلطة الدينية والسلطة العشائرية. هذا الأمر واضح. أنت ضعفت عندك سلطة الرقابة، برزت سلطة العشائر. وأنت بتعرف كل الزيان أنه اليوم الأخوان البريشة لهم دور قوي في الأنبار. يعني لولا الشهيد ستار بريشة ما كانت خلصت الأنبار. دكتور في حين وقتنا محدود، أريد الخلاصة. من التنظيم الإرهابي في حين كان له دور في الصحوات وغيرها. الخلاصة أخي الكريم، أنا أعتقد أنه الاتهامات بالفساد اللي أطلقها الشيخ سطام ليست بكلام عابر. هناك مؤشرات والرجل هدد. ايش جاي يصير بدوائر الأنبار؟ احكي لي شنو اللي يصير. عندك يعني عندك أحد المدراء العامين في الأنبار صار لأكثر من 12 سنة مدير عام. زين. يعني هذا يخليك تخلي ألف علامة استفهام. يعني هل هذه الأنبار اللي تمتد من الفلوجة إلى الرطبة وإلى القائم بتعداد سكاني يزيد عن 2.25 مليون؟ من وراء؟ من نفس الحزب؟ نعم العلاقات الشخصية والسياسية. زين. هل من المعقول إنه هذه المحافظة تخلو من الطاقات؟ هذه المحافظة تخلو من العقول النيرة اللي تقدر تقود المحافظة؟ طبعاً كانت هناك اتهامات لهذا المدير العام اطلقت من اكثر من جهة سياسية، لكن بالنتيجة ترك المنصب،
ثلاثة أشهر أربعة زي. يمكن دكتور في حالة وعاد إلى المنصب. يا دارة هاي ثقيلة بها فلوس لها بها مشاريع باوع الفساد. يعني أنا أعتقد حتى في الدوائر الفقيرة راح يجد له منفذ للمال العام وسرقة المال العام، ولا ما كان هناك قتال من أجل المنافذ. فأخي الكريم أنا أعتقد أنه التصريحات اللي أطلقها الشيخ سطام لا تخلو من وجود مؤشرات الفساد، وبالتالي التهديد بثورة شعبية احنا هذا الأمر نخشاه. نتمنى أن تحل الأمور. عندي رئاسة وزراء اليوم، إذا شفت أني الأمور في الأنبار ما ممكن تحل من خلال مجلس المحافظة، ألجأ إلى الحكومة المركزية في بغداد، تعالوا يلقونا حل. هذا اللي يصير في الأنبار، واحد اثنين ثلاثة، عندنا مشاكل في التقاعد، في مؤسسة الشهداء، في التربية، في الصحة، في كل الدوائر. بهذه المشاكل إذا تسمح لي دكتور عمار، دوائر الأنبار ملغمة بالفساد، ما يقدر المحافظ يحل هذه المواضيع، يتابع ليش يتركون هذا الباب مفتوح؟ اليوم صارت الأنبار وفساد دوائر الأنبار يتحدث بمكتب رئيس وزراء. بس الأنبار؟ الله، اليوم الأنبار حديث الساعة، صارت ترند حتى النزاهة. وبيها خاش فلوس. الله رازقها. وين هاي الفلوس؟ هو دا أقول لك هو بيها. وينها هسه بجيب من شلون تحدث لي؟ هسه شنو السؤال؟ شو تريد؟ أنا أقول هذه الفساد، هذه الدوائر ملغمة بالفساد، ما يقدر المحافظ يقضي على هذا الفساد، يغير ذول المدراء اللي يتحدث عنهم دكتور صلاح وغيرهم، ليش ساكت؟ زين سؤال، هو مو أجابك بسؤال وإنما نتحاور. زين، الفساد منظومة أم منهجية؟ شو تشوفه أنت كرأي؟ والله خاف أحكي تزعل. أرسل منظومة في العراق مو صحيح؟ تحافظ على كل في كل دول العالم. الفساد عندما يتحول إلى منهجية منظمة بتنظيم واقعي يستطيع أن يعمل وتكون له أذرع، هذه الأذرع صعب أن تفككها بين ليلة وضحاها في كل دول العالم. دعشك ما أركز لك في منطقة محددة أو في مدينة محددة أو في محافظة أو في دولة، في كل دول العالم الفساد عندما يتحول إلى منظومة ممنهجة تكون لها أذرع قوية. بل وأن الفساد في بعض الدول وصل إلى مرحلة هو الذي يتحكم بالدولة. صح. دول أمريكا اللاتينية وغيرها أكو منظومات فساد هي متحكمة بالدولة وهي التي تسيطر. إحنا الآن إذا نجي نتكلم عن جزئية لمحافظة لمنطقة، شلون نفكك الفساد بها؟ شلون نريد نضرب الفساد بها؟ أولا يجب أن تكون هنالك عقوبات رادعة. موضوع أنه حشاك أنت طبعا تأخذ لك 5 مليون دولار 10 مليون دولار وتنحكم سنة وسنتين، أكو يقول يا محلاها دي تعال خلي أنام لي سنتين ثلاثة. لكن عندما تكون عقوبة رادعة تصل إلى حد عقوبة الإعدام كترويج المخدرات موضوعها، كما يخص أمن البلد أو الدولة، هذه القضايا التي يصل فيها حكم بها إلى الإعدام أو المؤبد الذي لا خروج منه. شوف هسه بعض الدول من ينحكم شخص مؤبد 20 سنة أو 30 سنة، تركوا دول ما عندهم مال ولا سنتين ثلاثة يجي عفو عام ويطلع وتجي مرحمية ويطلع 30 سنة ينام 30 سنة. الدكتور إذا على حشيك وكلها أعدام وعلى البيانات اللي تنزلها النزاهة الأنبار تخلص نصها هالأيام. أنا قصد القرار العفو العام. العفو العام الأبرياء دكتور. العفو العام عندما نتكلم عن الأبرياء الذين الأبرياء كانت أمورهم هذا واحد، لكن من نتكلم عن اللي إلى علاقة بالفساد المالي العام. إذا نتفق دكتور بهذا الفساد موجود، ليش أنت اليوم ضد بيان وموقف السيد الشيخ صدام أبو ريشة؟ رجل يقول لك أنا رجل بالعكس غيره. أخونا الصغير وعزيز علينا، وبالعكس أنا أشجعه إذا كان يمضي بما يريد أن يقوله وأن يستمر به. لكن أنا دا أتكلم عن منظومة الفساد بصورة عامة، شون تفككها؟ شون تضربها؟ شون تستطيع أن هذه المنظومة تنهيها؟ أخويا العزيز، إحنا الآن الفساد مستشري بهواية جهات، هواية أماكن، وهي طبعا مو كلامي أنا ولا كلام أخويا دكتور صلاح ولا كلامك، جهات حكومية نفسها معترفة وتتكلم بهذا الشيء. هاي شلون نقدر نفكك هذا الشيء؟ شلون نقدر نضرب هذا الشيء؟ بتعاون الجهود، بتحقيق الفساد. شوف دائما أنت عندما تسكت عنه أو تهادنه أو تشترك به سيبقى مستمرا.
أما عندما الله يخليك أكبر حرامي بالعراق حر طليق. هسا احنا نتكلم ما يملي علينا ضميرنا، اما باقي الامور بعد هي اكو جهات هي المسؤوله امام الله وامام الاداره. نعم خلينا من بيان ابو ريش، خلينا نتحدث ببيان مكتب رئيس الوزراء مال البارحه. نعم اللي صدر بخصوص مؤسسه الشهداء بالانبار والفساد والأسماء. طبعا شوف باوع انت الدليل، مدير تقاعد الانبار وينه؟ وينه؟ بالسجن. مو مؤسسه الشهداء، موضوع الأراضي اللي أثير قبل فترة، ترى كثير من الدوائر بالأنبار عليها مؤشرات ومدراءها السابقين هم الآن بالسجن موقوفين على ذمة القضايا الذين اعتقلوا بها. هنا السؤال، لماذا لحد الآن ما انحكم عليهم؟ أكيد غير أكيد مدعومين. المفروض ليش هو من اللي جابه وخلاه بهذا المنصب؟ أنا أنت قل لي ليش. المفروض يكون هنالك تحرك. ليش اكو قضايا صارت قبل فتره، قضيه بالوقف السني، مدير القانونيه ومدير الاداريه ومدير الاستثمار انحكموا. المفروض اكو عجله بعض القضايا بحسمها تمضي بها. إيه ليش ماكو هاي العجله؟ ليش لحد الان ما محكوم؟ هاي تساءل بها الجهات الحكوميه، ليش لحد الان؟ غير المفروض تمشي الامور بسرعه وينال كل مخطئ أو كل من تسبب بضرر بالمال العام عقوبة الرادعة. ماني قلت لك إذا ما تكون عقوبات رادعة حقيقية يحس بها المذنب أنه هنالك من يطارده وهنالك من يقتص منه، فبالتأكيد راح يتماهلون وراح يظلون ينتظرون وراح يظل هنالك مثل ما نقول عملية تباطؤ. إحنا يجب أن نضرب هذه المراكز. هي شوف مراكز قوة، أصبحت مراكز القوة، لو تفككها لو تضربها، تضربها ضربات قوية من خلال هيئة النزاهة، من خلال لجنة النزاهة النيابية، من خلال الجهات الحكومية القضائية، تمضي بمعاقبة كل فاسد وكل من تورط عليه ملفات فساد. يجب الأنبار صاير هسه دولة عميقة، واحد يغطي الثاني. دكتور صلاح قل لي ليش؟ يعني ليش ما أنت سألت سؤال زين أو طرح أخويا دكتور عمار، قال انه ليش الان الشيخ سطام ابو ريشه تكلم الان؟ يا اخي شيء طبيعي، انت الانتخابات اجريت بشهر 12/23، تشكلت الحكومات المحليه اعتقد في الشهر الثاني، الشهر الثاني، يعني بعد مرور 5 اشهر شيء طبيعي انه انت كنت ترتجي انه المسيره تتعدل، انه الاخطاء يتم تجاوزها، انه انا اجي واخضع الفاسدين، منظومه الفساد ابدي بتفكيكها بضرب الرؤوس، بالبحث عن الأموال غير المشروعة، عن المشاريع المتلكئة. وبالتالي كان المفترض أنه خلال هذه 5 أشهر أنا عندي نتائج. دكتور العفو، دكتور صلاح العفو حبيبي، أنت تتكلم صحيح، لكن في حال لو كان الذين تبوأوا المناصب هم لا يعرفهم، لا يعني اللي صار محافظ واللي صار رئيس مجلس ترى الأخ سطام وغير يعرفوهم، حق المعرفة ليش هم منين جو ومن نفس منظومة الحاكمة. لذلك أنا أكدت أنه الشيخ سطام لديه معلومات مؤكدة، عنده متابعة، لديه ملفات، وإلا الرجل لا يتكلم بهذا الكلام إذا لم يكن واثق من الطرح اللي طرحه، إذا لم يكن يعرف جيدا أين هي مصادر الخلل، من هم الفاسدين، أين تذهب هذه الأموال. وبالتالي الرجل بعد مرور 5 أشهر على تشكيل مجالس المحافظات بدأ يتكلم، لأن أنت لحد الآن ما وصلت إلى نتيجة. عندي نص دقيقة. مؤسسة الشهداء والتقاعد والفساد بها والمليارات اللي انسرقت لا تعد ولا تحصى. دكتور عمار ما يعرف عندك ليش عندك ملف الأراضي، ما يعرف ليش ما يتحاكمون. ملف الأراضي كارثة كبيرة في الأنبار. أنت تعرف ليش ما يتحاكمون ولا لا دكتور؟ أكيد مسنودين من جهة سياسية، مسنودين من جهة سياسية، نفس الجهة اللي خلتهم، نفس الجهة اللي خلتهم، ونفس الجهة اللي أوصلتهم إلى هذا الفساد، ونفس الجهة التي كانت وراء توريط مجتمعنا في الأنبار بأراضي الوفاء وأراضي أخرى. صح. هي نفس الجهة التي تتستر اليوم وتحاول أن ترفع العقوبات عن هؤلاء المسيئين. عندي أنا وقت لو ما عندي نص دقيقة لأن المخرج أنا من قصدي وما نريد أن نوصل الفكرة سواء فكرتي أو فكرة أخي دكتور صلاح، احنا نريد ان يكون هنالك تحرك حقيقي، ليس بالكتابه وليس بالتعليق. تمتلك معلومات تذهب الى هيئه النزاهه وتقدمها، لديك وثائق تذهب الى الجهات المسؤوله وتقدمها. هذا اللي نتكلم عنه.
أنت عندما تتكلم بثورة شعبية، بثورة جماهيرية ضد الفساد ضد الفاسدين، إذا تشوفون الجماهير ما راضين على كل مدير صار له 5 سنة يا أخي بدلوه يقابل نزل صحيح السماء. ما عندك سلطة رقابية، يعني أنت وين تجي غير الرقابة؟ السلطة الرقابية ما عندك مشكلة، راح نضل نفس نعاني من نفس الجهة. سمحوا لي تجاوزنا على الوقت، رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي الدكتور عمار العزاوي، شكرا جزيلا لجنابك، وعضو تحالف حسم الدكتور صلاح الكوبيسي، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا، ختام الحصاد هذه الليلة بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. لليوم الثاني على التوالي المجلس الأعلى الإسلامي يقيم مجلسه الحسيني السنوي بحضور الرئاسات وقادة القوى السياسية. وزارة الخارجية العراقية ترحب برأي محكمة العدل الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية. النزاهة تعلن عن تمكنها من ضبط ابن أحد المسؤولين في بلدية العمارة متلبسا باقتراف جريمة الرشوة. الداخلية تعلن القبض على 10 متهمين وتضبط 5 عجلات لتهريب المشتقات النفطية في بغداد والبصرة. سلطة الطيران المدني تؤكد أن مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمية. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.